شهدت أسعار الخضار والفواكه في سوق عمان المركزي اليوم ارتفاعا ملحوظا في العديد من الأصناف الأساسية كالبندورة والبطاطا والباذنجان والبصل والورقيات وأيضا الحشائش. وتجار ومزارعون في السوق عزوا ارتفاع الأسعار إلى عدم شمول كافة المزارعين بالتصاريح الإلكترونية التي منحتها الحكومة مؤخرا، مشيرين إلى أن الخضروات والفواكه ليست متوفرة أسوة بالأيام السابقة. وأكدوا أن هناك ارتفاعا في أجور النقل والعربات من المزارع وحتى السوق المركزية، مطالبين بإعادة فتح السوق ليلا حتى يتسنى لهم توريد البضائع لمحلهم في أوقات مبكرة وبيعها للمواطنين ضمن الساعات المسموح بها. إقبال الناس، في إقبال على لأنه ما في خضرة، لا في خضرة ولا في فواكه، في إقبال في عرض الطلب. يعني ممكن وصل صندوق البندورة لقيت 10 دنانير، ونباع بخمسة وبستة، وصلت يمكن وصل صندوق الخيار الساعة 8 دنانير لأنه ما في بضاعة. أصحاب السيارات اللي بحملوا من الأغوار ما معهم تسريح، بقى معهم تسريح ورقية والتغت يوم الخميس المساء. أنا واحد منهم، ثلاث تسريح ورقية. يا عمي قدمنا سبع تسريح، قدمنا تسريح يوم الخميس، قالوا لنا بتجي كل ليلة، والليلة بتسمع في حسك هي اليوم السبت. طبعا وزير الزراعة استقال، مين بده يطلع التسريح؟ هاي اللي خلى الخضرة تولع بالعلالي. الخضار والفواكه مش موفرة كاملة في السوق. صندوق البندورة يوم بأربع ليرات ويوم بليرتين. صلت على النبي، كيلو الخيار بنوزنه بنص ليرة، مسعرية وزير الصناعة والتجارة بنص ليرة. الكساي بتطلع عليه ب70 قرش وبكاتب لي عليها 60 قرش. إقبال الناس اليوم متوفرة، حتى معظم التجار التجزئة ما وصلت لأنه ما في تصريح، الكل بخاف، فيش حدا، والمحلات في السوق المركزي يعني حتى بطلب منك هيك قدام قبل شوي باع البندورة بأربع درنير، بقول لك بثلاث كونك إعلامي، بس هي فعليا بأربعة وثمانية كيلو علي بنص ليرة، غير نقلة الأربعة من دينار لثلاث ليرات، نقلة البكم كنا نحملها بعشر درنير، اليوم بأربعين وبخمسين دينار ما حدا بحملك، لأنه برضه بده غامر بحياته. والعربيات من دينار لثلاث، تصاريح توزعت من الآخر على مسؤولية فقوس وخيار. هاي في ناس معها تصاريح بتنزل على الغور، اللي نزل على الغور هسا حمل، بيجي هون معه سيارة هالبتنجان، عارف شو بيعمل؟ بحط رجل على رجل البتنجان بثمن دنانير. مش عاجبك تشتريش. اعرفوا يا اخوان شو السبب؟ السبب في بضاعة كثير في الغور والرزق كثير، الرزق كثير مليان بضاعة، اللي بيقول لك ما في بضاعة كذاب، الغور في بضاعة بتكفي الوطن العربي. هذا التصريح قال في خلال أربعة أيام خمسة أيام ولم قلوب هذا وقف الورقية. طيب إذا سوى إلكترونية، الآن الإلكترونية موجودة، صارنا يومين وإحنا مرمين وخضرتنا واقفة على مكانها، سياراتنا محملة ومليانة.